السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد ممدوح. مكملين في سلسلة يوتيوبيات اللي بتساعدك إزاي تعمل قناة على اليوتيوب بشكل احترافي بالهاتف بتاعك. لو ما كنتش شفت الفيديوهات اللي فاتت ممكن تشوفها، هتكون موجودة في صندوق الوصف وهتطلع في علامة الاي هنا. فيديو النهارده فيديو إضافي قبل الفيديوهات العملية، حبيت أعمله عشان أوضح لك رحلتك على اليوتيوب بشكل مبسط من أول ما يجي لك الفكرة لحد ما تفعل الربح إن شاء الله على القناة بتاعتك وتبدأ تقبض من اليوتيوب. وكمان هيتم الرد على أسئلة كتيرة الناس بتسألها في التعليقات، هم مستعجلين، كل الكلام ده متغطي في الكورس لكن الناس عايزة تعرف المواضيع دي في البداية، فحبيت أعمل الفيديو ده بشكل مبسط كده يشرح لك القصة من البداية للنهاية. طيب هنبدأ بأهم حاجة الناس بتسأل عليها، موضوع الألف مشترك والـ4000 ساعة مشاهدة علنية. يعني إيه 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة علنية؟ الألف مشترك معروف إن أنت يجيلك 1000 مشترك في القناة بتاعتك، مش مشكلة المدة، في خلال 6 شهور، في خلال سنة، في خلال سنتين، الموضوع ملوش علاقة بمدة محددة عشان الناس مش فاهمة النقطة دي وفاهمين ان القناة لو عدى عليها سنة فالقناة كده مش هينفع ان هو ينزل عليها اعلانات وان انت تربح منها. طيب موضوع الـ4000 ساعة مشاهدة علنية، يعني ايه 4000 ساعة ومشاهدة علنية؟ 4000 ساعة يعني وقت المشاهدة لفيديو واحد او مجموعة من الفيديوهات بتاعتك على القناة في خلال سنة المفروض تكون ازيد من 4000 ساعة او 4000 ساعة بالظبط عشان يحق لك ان انت تقدم في برنامج شركاء اليوتيوب اللي هو بينزل الاعلانات على الفيديوهات بتاعتك وتبدأ تربح منها. قبل ده مش هينفع تربح من الفيديوهات بتاعتك، لازم تحقق الشرطين دول. وموضوع 4000 ساعة لاخر 12 شهر معناها ان انت لو قناتك بقالها سنتين فال4000 ساعة بتتحسب لاخر 12 شهر، يعني اخر سنة بس، السنة الأولانية الساعات المشاهدة ما بتتحسبش. ومعنى كلمة علنية يعني الفيديوهات مش خاصة أو غير مدرجة، الكلام ده هنتعرف عليه إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية، لكن الفيديو يكون علني يعني ساعات مشاهدة علنية. طيب ينفع اشتري الساعات ولا ما ينفعش؟ موضوع شراء الساعات شيء فاشل تماما ومش هيوصلك لأي شيء وهيخليك أول واحد تشتكي من موضوع إن أنا ما عنديش مشاهدات وما عنديش مشتركين، وهتقعد شهور عشان تحقق الـ10 دولار عشان تفعل حساب الادسنس. هنعرف الكلام ده ان شاء الله واحنا ماشيين في الفيديو، لكن حبيت اوضح موضوع الالف مشترك والـ4000 ساعة عشان الناس بتسأل فيه كتير. انت قناتك بقالها سنتين، 3 4 5، مش هتفرق، الـ4000 ساعة بتتحسب لاخر 12 شهر. طيب يعني ايه ساعات مشاهدة؟ يعني انت الفيديو بتاعك لو مدته ساعة وتشاف 4000 مشاهدة، هل ده معناه 4000 ساعة؟ لا طبعا، اليوتيوب بيحسب وقت المشاهدة لكل شخص بيتفرج على الفيديو، ممكن واحد يشوفه نص دقيقة، ممكن واحد يشوفه دقيقة، ممكن واحد يشوفه ساعة. لكن عشان نفهم، لو انت عندك فيديو ساعة و4000 واحد شاف الفيديو لمدة ساعة كاملة من اول الفيديو لاخره فدي الـ4000 ساعة. على فكرة لو فكرت في الموضوع هتلاقي ان هو مش صعب، لكن انت مركز في ان انت تحقق الـ4000 ساعة والالف مشترك ومش مركز في صناعة المحتوى ومش مركز اصلا في ان انت تعمل محتوى يجبر الناس انها تتفرج على الفيديوهات بتاعتك ويبدأوا يقعدوا وقت طويل، والكلام ده ان شاء الله هنتعلمه في الكورس. هنعتبر ان انت ما تعرفش حاجة خالص، وخلينا نقول ان انت لسه هتبدأ وما شفتش حتى الفيديوهات اللي فاتت، هنوضح لك الموضوع خطوة خطوة بشكل مبسط بحيث تفهم الموضوع من اول ما تفكر ان انت تعمل قناة على اليوتيوب. عشان تبدأ انت محتاج يكون معاك هاتف، محتاج يكون معاك مايك كويس اسمه بويا M1، وكمان محتاج ان انت يكون معاك حامل او بيسموه ترايبود للموبايل عشان تقدر تصور بيه، سواء انت هتصور بنفسك او سواء انت هتصور شاشة الموبايل او هتجمع فيديوهات، مفيش اي مشكلة، بس الادوات دي لازم تكون موجودة معاك، زائد استوديو، زائد مجموعة من الحاجات هتلاقيها موجودة في فيديو في صندوق الوصف بيتكلم على الادوات اللي انت محتاجها على اليوتيوب. طيب تاني حاجة، محتاج ان انت يكون عندك جيميل تكون ما استخدمتوش في حاجة تانية، الجيميل ده يكون خاص بالقناة عشان السيكوريتي والامان بتاع القناة، وهنتعلم ان شاء الله ازاي نأمن القناة بتاعتنا وما نبقاش قلقانين انها ممكن تتسرق منا وايه اللي ممكن يعرض القناة للسرقة. بعد ما يكون معاك الجيميل ده، مجرد انت بتسجل بالجيميل ده داخل تطبيق اليوتيوب او داخل الجوجل كروم، وبعدين تضغط على ايكون القناة يقول لك انشاء قناة، خلاص انت كده انشأت قناة. الخطوات دي كلها هتتشرح بشكل عملي فما تستعجلش، انا بوضح لك بس الموضوع بشكل مبسط. بعد ما اصبح عندك قناة انت بقى محتاج الخطوة اللي بعد كده رقم 3، محتاج بقى تظبط اللوجو بتاع القناة والغلاف بتاع القناة ولمحة وتنظم القناة بالكامل، كل الكلام ده ان شاء الله هيكون مشروح بالتفصيل في الكورس. بعد كده المفروض انت تكون حددت مجال معين ليك انت هتشتغل عليه، والمجال ده لازم يتوفر فيه 3 شروط، المجال ده تكون بتحبه، تكون بتعرف تعمله، او عندك استعداد تتعلم تعمله وما بتزهقش من انت تتعلم حاجة زي دي، والحاجة التالتة يكون عليه مشاهدات،
فيديو موضوع اختيار المجال هيكون موجود في صندوق الوصف. سؤال مهم جدا، طب انا عندي اكتر من موهبه وبعرف اعمل حاجات كتيره، اعمل كل ده في قناه واحده؟ لا، وبشده، وحط تحتها 20 خط. ما ينفعش تعمل اكتر من محتوى في قناه واحده، لان ده هيوقع القناه، وده كلام اليوتيوب مش كلامي. وياريت ترجع لفيديو جمهورك المستهدف عشان تفهم اللي انا بقوله بشكل مفصل. طيب، لو المجالات اللي انت بتتكلم عنها دي لها علاقه ببعض، يعني مثلا هنقول حاجات خاصه بالجيمنج وحاجات خاصه بخدع خاصه بالجيمنج، او مثلا تظبيط الكمبيوتر بتاعك عشان يشتغل جيمنج بشكل كويس، فالحاجات دي لها علاقه ببعض، ممكن تعملها في قناه واحده. لكن حاجات ما لهاش علاقه ببعض، وما تقدرش تقول ان الشخص اللي مهتم بالمجال ده هو نفس الشخص اللي مهتم بالمجال ده، انصحك ما تعملش الموضوع ده. كل مجال في قناه منفصله. طيب، ابدأ بكل مجال في قناه منفصله وابدأ بثلاث قنوات؟ لا طبعا، تبدأ بقناه واحده عشان تتعلم فيها، وبعد ما تتعلم وتفهم وتغلط براحتك، بعد كده تبدأ في القناه الثانيه والقناه الثالثه براحتك. فالافضل قناه واحده، مجال واحد يكون افضل مجال بتحبه، عشان ان شاء الله تقدر تكمل على اليوتيوب وتحقق نجاح باذن الله. بعد كده المفروض انت تتعلم صناعه محتوى، ازاي بقى تعرف تجمع فيديوهات مثلا انت جايبها، او انت تتكلم قدام الكاميرا، تعمل مونتاج ازاي، تضيف الصوتيات ازاي، تضيف الموسيقى ازاي. كل الكلام ده ان شاء الله هيكون موجود في السلسله دي ومشروح بشكل مفصل، مش هتحتاج حاجه تانية غير السلسله دي باذن الله. طبعا مهم جدا تبقى عارف، لو انت جمعت فيديوهات مجانيه وهنتعلم ازاي نجيبها بشكل قانوني ومفيش اي مشكله فيها، لازم انت تتكلم عليها، ما ينفعش تجمعها وتحطها وترفعها ويبقى انت كده خلصت الفيديو بتاعك. كل الكلام ده ان شاء الله هنتعلمه واحنا ماشيين في الكورس. وطبعا مهم جدا ان انت تخصص ولو على الاقل ساعه واحده في اليوم تتعلم فيها مونتاج، تعرف تشتغل ازاي على اليوتيوب، تفهم منصه اليوتيوب، ده امر اساسي لازم تعمله. الموضوع ان انت قررت وخدت القرار ان شاء الله ان انت تشتغل على اليوتيوب، فلازم تخصص وقت لموضوع اليوتيوب، وما يعديش يوم من غير ما تتعلم حاجه جديده، عشان ان شاء الله بعد فتره بسيطه تلاقي فعلا ان انت حققت نتائج كويسه جدا وبدات القناه بتاعتك تتحرك. طبعا بعد اختيار المجال لازم يكون عندك حاجه اسمها جمهور مستهدف، وتعمل له فيديو منفصل عشان تقدر تفهم يعني ايه جمهور مستهدف. بمعنى ان انت لو عملت محتوى مش لجمهور محدد او ناس انت فاهم تفكيرهم عامل ازاي، فانت مش هتقدر توصل لهم، ومش هينفع ان الناس دي تتفرج على الفيديوهات بتاعتك. لازم تكون فاهمهم كويس، عارف الناس دي بتبقى موجودة على منصات ايه، بيحبوا يسمعوا ايه، عشان تقدر تخاطبهم ويقعدوا على فيديوهاتك اطول وقت ممكن، وده عامل مهم جدا من عوامل نجاح القنوات على اليوتيوب. بعد كده محتاج ان انت تعمل خطة، وطبعا اتكلمنا على فيديو في الخطة وفهمناك تعرف تعمل خطة ازاي بشكل كويس، وفي نموذج موجود للخطة هتلاقيه تحت فيديو الخطة، تطبعه وتبدأ تملاه، والموضوع مش صعب خالص. وفي البداية مش هتبقى فاهم كويس تملاها ازاي، لكن بعد ما تمشي على اليوتيوب هتلاقي نفسك عمال تحدث في الخطة دي وتبدأ تظبطها، بحيث فعلا تبقى خطة عمل ناجحة جدا ان شاء الله على اليوتيوب. بعد ما الحمد لله حققنا شروط اليوتيوب وعملنا كل الحاجات اللي فاتت دي، وصلنا للألف مشترك والأربعتلاف ساعة، وعلى فكرة انت محتاج مش اقل من 50 ل 200 فيديو عشان تحقق الألف مشترك والأربعتلاف ساعة بجودة كويسة. مش ترفع كل يوم فيديو، بتصور كده وبعد كده ترفع الفيديو وتقول ما جاش مشاهدات. كل الكلام ده ان شاء الله هنعرفه واحنا ماشيين في الكورس. هتكون ساعتها محتاج ان انت تعمل حساب على ادسنس، ده ممكن تعمله بنفس جيميل القناة او بجيميل مختلف، يفضل تعمله بجيميل تاني مختلف، يكون في جيميل عندك تاني غير اللي انت عملت بيه القناة، تبدأ تعمل حساب ادسنس. في الغالب حساب ادسنس بيتوافق عليه في خلال اسبوع لاسبوعين، وسمعت دلوقتي انه ممكن يتوافق عليه فورا، الموضوع مش صعب وهتلاقيه مشروح بالتفصيل في الكورس. بعد كده بتبدا بقى تقدم القناه للمراجعه. طبعا لما تكون حققت ال1000 مشترك وال4000 ساعه بيظهر لك في العداد ان انت تقدر ان انت تقدم القناه للمراجعه من قبل اليوتيوب، بيكون في زرار ازرق بتضغط عليه. بعد كده بتعمل ثلاث خطوات، اول خطوه بتوافق على شروط اليوتيوب، تاني خطوه بتدخل رقم الحساب بتاع الادسنس اللي انت عملته وتم الموافقه عليه، تالت خطوة انت ما بتعملش حاجة خلاص، بتضغط عشان تقدم القناة للمراجعة وتنتظر القناة لحد ما تتراجع واليوتيوب يبعت لك يقول لك مبروك تم قبولك في برنامج شركاء اليوتيوب. طبعا الموضوع ده ممكن ياخد ما بين يوم لحد شهر، شهر ونص حسب المحتوى بتاعك. لو انت بتظهر في المحتوى بتاعك هياخد ايام بسيطة، او انت بتتكلم في المحتوى بتاعك برضو هياخد ايام بسيطة، لكن لو انت بتجمع فيديوهات وبتحطها وبتتكلم عليها هياخد شوية وقت، او انت بتجمع فيديوهات بس من اماكن تانية وبتعمل محتوى صامت هياخد شوية وقت، لانه هيتراجع يدوي اكتر من مرة عن طريق ناس موجودة في اليوتيوب مش عن طريق الروبوتس. بعد كده بتبدأ رحلتك في الربح من اليوتيوب، بتعلم على كل الفيديوهات بتاعتك،
وبعدين تفعل علامة الاس دولار عشان يبدأ ينزل اعلانات على الفيديوهات بتاعتك. الخطوة دي مش هتحصل تلقائي، مش بمجرد ما تم قبولك في برنامج شركاء اليوتيوب واصبح عندك ادسنس فالاعلانات هتنزل تلقائي، لازم تعملها بنفسك، والكلام ده هتلاقيه مشروح في الكورس بشكل مفصل بإذن الله. الخطوة اللي بعد كده المفروض تحقق ربح من المشاهدات على الفيديوهات بتاعتك 10 دولار عشان الربح ده يبدأ يترحل لأدسنس يوم 11 الشهر، يروح على الأدسنس وبالتالي يبدأ الأدسنس يبعت لك حاجة اسمها بين كود. طيب البين كود ايه لازمته اصلا؟ الأدسنس ده قوانين موجودة فيه، لازم يبعت لك بين كود عشان يتأكد ان انت شخص وان انت لك عنوان، ما انت الشركة او انت روبوت او كمبيوتر، وبالتالي لما بيتبعت لك البين كود ده وتدخله كده حساب الادسنس بتاعك بقى جاهز. طيب هل البين كود بيتبعت تلقائي؟ لو انت حققت ال 10 دولار في حساب بتاعك في خلال اسبوع 10 ايام بيبدا تجي لك رساله ان اتبعت لك البين كود على العنوان بتاعك، وعشان كده لازم تكون حاطط عنوان صحيح في الادسنس، والكلام ده ان شاء الله هنتعلمه واحنا ماشيين مع بعض في الكورس. طيب موضوع البين كود لو اول مره ما جالكش بعد 28 يوم بتطلبه انت بنفسك من داخل الادسنس، لو ما جالكش تاني بتطلبه تاني لمدة 3 مرات، يعني اول مرة بيجيلك لوحده انت ما بتطلبوش، الثلاث مرات الباقيين بتطلبه انت، ولو ما وصلكش في خلال الاربع مرات دول المفروض ان انت بيتفتح لك خيار ان انت تفعل حساب الادسنس برقم البطاقة بتاعك، والموضوع سهل برضو وان شاء الله هنشرحه في فيديو من فيديوهات الكورس. طبعا بعد العشرة دولار وخلاص انت فعلت الحساب بتاعك واصبح الحساب بتاعك جاهز، المفروض ان انت تحقق 100 دولار عشان تبدا ان شاء الله تقبض من اليوتيوب. طيب بتقبض على ايه؟ كان قبل كده بنقبض على 3 وسائل: ويسترن يونيون، حساب بنكي، شيك مصرفي. دلوقتي اصبح اللي متاح بس شيك مصرفي وحساب بنكي، لازم تعمل حساب بنكي دولاري. ممكن انت لو مش قادر تعمل ده او انت لسه صغير او انت تحت ال 18 سنه تشوف حد كبير، والدك او والدتك او اخوك الكبير، وتعمل الحساب البنكي، واعتقد انت مش محتاج مبلغ كبير تحطه فيه، والمبلغ ده هم مش بياخدوه، ده بيكون موجود بس او محجوز في الحساب، والحساب ده لازم تعمله دولاري عشان تستقبل عليه دولارات، وممكن يبقى فيه نسبة خصم. الموضوع ده ان شاء الله هنتكلم عنه في فيديوهات تانية، لكن في كلام كتير في الموضوع لحد ما نوصل ان شاء الله لافضل وسيلة هنقول لكم عليها، لكن انا عملت فيديو في القناة برضو بيشرح الموضوع ده بالتفصيل، وازاي تربط الحساب البنكي بحساب الادسنس بحيث ان الدفعات تروح لك مباشرة على حسابك البنكي. وزي ما قلت مش شرط حساب البنكي يكون بنفس الاسم بتاع الادسنس، لكن ما ينفعش تربط اكتر من حساب ادسنس بحساب بنكي واحد. خدوا بالكم الموضوع ده، لان الموضوع ده بيفهم اليوتيوب ان انت عندك اكتر من حساب ادسنس، ممكن يقفل لك كل الحسابات دي. طب بالنسبة لموضوع الارباح بتاعت اليوتيوب، هل انت الارباح بتاخدها على المشاهدات ولا المشتركين ولا على الاعلانات ولا على ايه بالظبط؟ عشان السؤال ده بيجي لي كتير. الارباح انت بتاخدها على الاعلانات اللي بتظهر على الفيديوهات بتاعتك، مش على المشاهدات ولا على المشتركين ولا على اللايكس ولا على اي حاجه من دول. اليوتيوب عشان يسهل علينا الموضوع بيدينا الارقام دي استيميشن، يعني تقديرا، يعني بمعنى ايه؟ ان انت الالف مشاهده على الفيديو بتاعك لو انت عندك اعلانات على الفيديو تقريبا تعمل لك ربح ما بين 25 سنت لحد 4 دولار حسب بقى امور كتيره جدا في المحتوى العربي، تبقى ما بين 25 سنت لحد دولار او دولار ونص. في المحتوى الاجنبي ممكن توصل ل7 دولار للالف مشاهدة على الفيديو بتاعك. وطبعا زي ما قلنا الارباح ما بتكونش على المشاهدات، لكن اليوتيوب عاملها كده عشان يسهل علينا الحسابات، وقايل انها على الالف مشاهدة اللي بيسموها السي بي ام والار بي. طيب هل انت ينفع تمتلك اكتر من حساب ادسنس؟ لا، كل واحد له حساب ادسنس واحد. لو عملت حساب تاني وكان عندك حساب قبل كده هتلاقي ان في رسالة جاية لك وبيقول لك حساب الادسنس اللي عندك ده اقفله عشان في حساب اصلا موجود ومش هينفع انت تستخدم حسابين ادسنس، فانت بتعمل حساب واحد فقط اللي هو حساب اعلاني خاص بالقناة بتاعتك. طب لو انت تحت ال 18 سنة هل ينفع تعمل حساب ادسنس؟ ما ينفعش، لازم تشوف حد، ممكن والدك او والدتك او اخوك الكبير، المهم مفيش اي مشكلة، مش شرط الاسم بتاع صاحب القناة يكون نفس الاسم اللي موجود في ادسنس، هو ملهاش علاقة خالص، اليوتيوب ملوش دعوه بالموضوع ده. طيب لو انت موجود في دوله ينفع تعمل حساب ادسنس في دوله تانية؟ ايوه مفيش مشكله برضو، لو انت موجود مثلا في السعوديه او موجود في اي دوله من دول الخليج وانت ممكن تنزل مصر قريب، ينفع تعمل حساب الادسنس في الدوله دي ومفيش اي مشكله تقبض منها، لكن لازم الحساب البنكي يكون موجود كمان في دولتك اللي انت هترجع لها زي مصر مثلا. فانت موجود مثلا في السعوديه تعرف تعمل حساب ادسنس وتربطه بالقناه بتاعتك، الحساب ادسنس ده يكون في مصر وتربطه بحساب بنكي في مصر، لان انت لو انت هتتحرك من السعودية لمصر
ما ينفعش تنقل حساب الادسنس اللي انت عامله في السعودية لدولة تانية، ما فيش طريقة لنقل حساب الادسنس من دولة لدولة. هل لو انا عندي قناتين ينفع اربط حساب ادسنس بقناتين؟ ينفع، ما فيش مشكلة، لكن كل قناة تفعل الربح بتاعها لوحدها، يعني كل قناة لازم تحقق الالف مشترك وال4000 ساعة منفصلة، بعد كده تربطها بنفس حساب الادسنس. وينفع تربط اي عدد قنوات انت عايزه بحساب الادسنس بتاعك وكلهم تربح منهم، وكل قناة بيبقى ربحها منفصل عن التاني، لكن في الاخر كله بيترحل على نفس الحساب وبعد كده يروح على حسابك البنكي. طبعا الموضوع فيه تفاصيل كتيرة وفيه امور كتيرة ان شاء الله هتوضح معانا واحنا ماشيين في الكورس خطوة خطوة، مش هينفع اغطي كل ده في فيديو واحد، لكن حبيت ابسط معظم المواضيع اللي بتدور في ذهن الناس. ولو عندك اي سؤال ممكن تسألني في التعليقات وان شاء الله ارد عليك. سؤالي في حلقة النهاردة، لو انا عندي حساب ادسنس في امريكا وانا راجع على مصر، ينفع انقل الحساب ده من امريكا لمصر ولا لازم الغيه واعمل حساب في مصر؟ يا ريت تردوا عليا في التعليقات. شكرا ليكم، كان معاكم احمد ممدوح، السلام عليكم.